بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 164. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما يذكر، أي ما جاء في رد المنكوحة يعني المزوجة بالعيب، إذا رأى فيها عيبا خلقيا يمنع من وصالها أو يمنع من يعني كمال الرغبة فيها، فهذه ترد إذا لم يبين هذا العيب عند العقد. نعم. باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار. يذكر له صحبة يعني يذكر أنه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشفها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. رواه أحمد ورواه سعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك. نعم. رأى في كشفها بياضا يعني شيء من البرص، فقال لها: الحقي بأهلك. ردها صلى الله عليه وسلم بما فيها من العيب الذي لم يبين له. نعم. ولم يأخذ مما آتاها شيئا. لم يأخذ من صداقها شيئا، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. نعم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة غر بها رجل، أيما امرأة أي كل امرأة غر بها رجل لم يبين له ما فيها من العيب، فإن لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع به على من غره. يغر من غر الخاطب ولم يبين له، يرجع عليه بالمهر. نعم. وفي لفظ: قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. رواه الدارقطني. نعم. ومن الآفات التي تكون في النساء البرص، البرص أو الجذام، وهو مرض تتساقط معه الأعضاء، أو المجنونة، أو المجنونة التي تصاب بمس الجن. فهذا بيان لأنواع العيوب التي ترد بها المرأة إذا لم يبين لزوجها ما فيها
لها الصداق بما أصاب من فرجها ويرجع به على من غره، يرجع به على وليها الذي لم يبين له ما فيها. نعم. أبواب أنكحة الكفار. باب أنكحة الكفار، نحن نقرها على ما هي عليه لأنهم اعتبروها أنكحة لهم، فنحن لا نغيرها، والله جل وعلا نسب المرأة إلى زوجها من الكفار، امرأة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، إلى أن قال وامرأته، سماها امرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل تحمل الحطب يعني النميمة، تحمل من الحطب يعني النميمة والكلام السيء، هذا عيب. نعم. باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. نعم، الله جل وعلا أقرهم عليها، سماها امرأته، وامرأته حمالة الحطب، وامرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، سماها امرأته. نعم، فأقره على أنها امرأته. نعم. باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها، عروة يعني ابن الزبير، عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة رضي الله عنها. نعم. أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، على أربعة أنواع نكاح أهل الجاهلية. نعم. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، مثل نكاح المسلمين، نكاح مثل نكاح المسلمين أقره الإسلام. نعم. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. نعم. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثتها أرسل، يعني من حيضها. نعم. أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. الاستبضاع، وهو أن المرأة تطلب من الرجل الشجاع أو الرجل الكريم، تطلب منها الإبضاع بأن يجامعها من أجل أن تحمل منه بولد مثل هذا الرجل الذي فيه شجاعة وفيه، كانوا يستبضعونه من أجل أن يحصل منه ولد يشبهه مثل الشجاع مثل الكريم. نعم. كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. نعم. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. نعم. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. وهذا نوع من أنكحة الجاهلية، كان يطأها جماعة من العشرة أو تسعة، وإذا حملت فإنها تلحقه بمن شاءت منهم،
ولا يمتنع. نعم. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات فتكون علما. هذا نكاح البغاء من أنكحات الجاهلية ولا يمنعونه، تنصب راية على بيتها أنها لا تمتنع من أي رجل يأتيها فيقصدها من يريدها ولا ينكرون عليه، هذا من أنكحة الجاهلية. نعم. وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات فتكون علما فمن أرادهن دخل عليهم، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به. القافة الذين يعرفون الشبه، يعرفون الشبه اللي يسمون الآن المرية، يعرفون الشبه فيقولون هذا ولد فلان بشبهه. نعم. ودعوا ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، رواه البخاري وأبو داود. الذي عليه المسلمون، إلا النكاح الذي عليه المسلمون، هذا كان عليه أهل الجاهلية أيضا، الأشراف منهم أهل النخوة وأهل، فكانوا هذا النكاح بقي إلى أن جاء الإسلام فأقره، لأنه نكاح جيد ونكاح منضبط فأقره الإسلام. نعم. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربعة. من أسلم وتحته أختان، الله حرم الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، حرم الجمع بينهما لأن هذا وسيلة إلى قطيعة الرحم، لأن النساء إذا اجتمعنا عند رجل وهن قريبات بعضهن من بعض تبغض إحداهما الأخرى، ينشأ عن ذلك قطيعة الرحم، ولهذا حرم الله الجمع بين المرأة وأختها والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. نعم. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. عن الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما، رواه الخمسة إلا النسائي، وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت. لأن الله يقول وأن تجمعوا بين الأختين في المحرمات، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة بالجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. أنكحوا ما طاب لكم من النساء، قال الله جل وعلا أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فآخر الجمع أربع، يجوز للرجل أن يجمع أربع من النسوة، إذا أسلم وعنده أكثر من أربع يخير أن يختار منهن أربعا ويخلي سبيل البقية. نعم.
أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وزاد أحمد في رواية. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. رغال أبي رغال، أبو رغال هذا الذي دل الحبشة ليهدموا الكعبة، أبو رغال هو الذي دل الحبشة الذين جاءوا ليهدموا الكعبة ومعهم فيل، قصة أصحاب الفيل. نعم، الفيل هو الذي جاءوا به ليهدموا به الكعبة، فيل عظيم. فكان إذا أقاموه ووجهوه إلى الكعبة فإنه يربض ولا يطير، وإذا وجهوه إلى غير الكعبة هرول. نعم. وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك وحرم نساءه، طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه وحرم نساءه. نعم. فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك. الله هذا قسم، ويم الله يعني جمع يمين، أيمن الله، اختصروها وصارت ويم الله. نعم. ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. نعم. قوله لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، على وهو الطلاق دليل على أن الطلاق كان رجعيا، وإلا ما يمكن أن يراجع نساءه بعدما طلقهن، لكنه طلقهن دون الثلاث طلاقا رجعيا. نعم. قوله لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض. نعم، الرجعية التي طلقت دون الثلاث فهي ما دامت في العدة فهي لا تزال زوجة لمن طلقها، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها له ذلك، وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت منه. نعم. باب الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود. نعم، كانت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب تحت الربيع بن أبي العاص، كان مشركا، فإذا أسلم الرجل وعنده نساء في عصمته أكثر من أربع فإنه يخير في بقاء أربع ويسرح الباقيات، نعم. باب الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر. إذا أسلم الرجل
قبل امرأته أو أسلمت المرأة قبل زوجها، فإنها ما دامت في العدة فهي في عصمته، إذا خرجت من العدة بانت منه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين، بنكاحها الأول الذي عقد في الجاهلية. نعم. بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولم يحدث صداقا مع ردها، بل اكتفى بصداقها الأول. نعم. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا، رواه أحمد وأبو داود. وكذلك الترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحا، وقال لكن قالوا هذا خاص بزينب، أما غيرها فإنها إذا انقضت عدتها فإنها تبين من زوجها. نعم. وكذلك الترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحا، وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس، وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد في إسناده مقال. اي نعم. وقال أحمد هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. نعم. ولم يحدث لهما عقدا جديدا أو صداقا جديدا، مع أن بين إسلامه وإسلامها مدة طويلة. نعم. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ولم يحدث لها عقدا جديدا. نعم. وعن ابن شهاب أنه بلغه أن ابنة الوليد ابن المغيرة، وهذا خاص، هذا خاص بزينب وأبي الربيع ابن العاص. نعم. وعن ابن شهاب أنه بلغه أن ابنة الوليد ابن المغيرة كانت تحت صفوان ابن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين ابن شهاب يعني الزهري. نعم. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر، مختصر من الموطأ لمالك. نعم. وعن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. نعم. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، رواه عنه مالك في الموطأ. نعم. باب المرأة تسبى
وزوجها بدار الشرك. نعم. باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. تسبى يعني تؤخذ في الحرب مع السبي الغنيمة. نعم. وزوجها بدار الشرك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا. وأوطاس موضع عند الطائف، موضع عند الطائف قريب من الطائف. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه السبي. السبي إذا سبينا فهن حلال للمسلمين، لكن لا بد من انقضاء عدتها من زوجها المشرك، فإذا انقضت عدتها يعقد عليها للمسلم. نعم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وكذلك أحمد، وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية. وللترمذي. وأما المملوكة فتحل لسيدها بملك اليمين، وملك اليمين أقوى من العقد. نعم. وللترمذي مختصرا ولفظه: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات يعني المزوجات، تحرم المزوجة ولو سبيت، تحرم حتى تنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني بالرق. نعم. وعن عرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. رواه أحمد والترمذي. والحامل عدتها وضع حملها، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. رواه أحمد والترمذي. وهو لئلا تختلط المياه، منع ذلك لئلا تختلط المياه. نعم. حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. رواه أحمد والترمذي. وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن. نعم. كتاب الصداق. باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. الصداق من شروط صحة النكاح أن يكون للمرأة صداق، وإذا لم يسمى في العقد فلها مهر مثلها، لها مهر مثلها من نسائها. نعم. باب جواز التزويج على القليل والكثير. الصداق لا يبالغ فيه، يكون قليلا ويكون كثيرا، إلا أنه لا بد منه، لا بد من الصداق ولو كان قليلا. نعم. واستحباب القصد فيه، يعني استحباب القصد فيه يعني القلة في الصداق، ما يكثر الصداق ويبالغ فيه، لكنه لم يرد تحديده في الكتاب والسنة، لم يرد تحديده في الكتاب والسنة، ودل على أنه باق على إطلاقه، لكن يرغب في تقليله تخفيفه. نعم. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قنطار فلا تأخذوا منه شيئا،
القنطار هذا كثير، دل على أنه يجوز أن يكون الصداق كثيرا. نعم. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا دليل على أن الصداق يكون قليلا إلى أن يبلغ نعلين، وقد يكون الصداق منفعة. الصداق ما ليس مالا وإنما هو منفعة. فموسى عليه السلام تزوج في مدين امرأة على أن يرعى الغنم لأبيها 8 سنين، وإن تم 10 فمن عنده، إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يعني تصدق البنت 8 حجج، يعني 8 سنين يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام. فرعى الغنم 10 سنين وصار هذا صدق المرأة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملأ يديه طعاما كانت له حلالا. يعني ملأ الكفين طعام يكون صدق، دل على أنه لا حد لأقله، ولو نعلين ولو كف من الطعام ولو. نعم. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشأت. رواه الجماعة، ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك. نعم. قال: تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. على وزن نواة من ذهب، وزن عبسة، نواة التمر يعني، من ذهب، فدل على أن الصداق يكون قليلا، فإن وزن النواة من الذهب قليل. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. أولم أي اصنع وليمة بمناسبة الزواج، وهي سنة، إقامة الوليمة بمناسبة الزواج سنة. قال: ولو بشات، يعني أقل شيء الشات، وما زاد فلا بأس. نعم. بارك الله لك، أولم ولو بشات. رواه الجماعة. والوليمة هذه شكر الله سبحانه وتعالى، وهي دليل على إعلان النكاح، دليل على إعلان النكاح. نعم. رواه الجماعة. ولم صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، في رواية بالغربال، وهو الدف. نعم. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. رواه أحمد. إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، أي كلفة، أدل على مشروعية تقليل الكلفة في النكاح. نعم. لا في المهر ولا في الوليمة، بل يكون ميسرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه، وذلك 400. نعم. 400 هذا أكثر الصداق في ذاك العهد. نعم. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها:
كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وعن أبي العجفة قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. والأوقية إلى 400 درهم، درهم الإسلامي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم. نعم. وعن عروة، هذا دليل على أن الصداق كان أكثره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. نعم. وعن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. رواه أحمد والنسائي. لأن النجاشي أمهرها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر في مملكته، هي داخلة تحت ولايته، لذلك عقد عليها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب جعل تعليم القرآن صداقا. تعليم، نعم، يكون الصداق منفعة، مثل رعي موسى عليه السلام للغنم، هذه منفعة، وكذلك تعليم القرآن هذه منفعة، أو تعليم اللغة العربية، أو تعليم شيء من ما أباح الله من المهن يكون صداقا. نعم. باب جعل تعليم القرآن صداقا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن.
متفق عليه. يعني أن تعلمها ما معك من القرآن، هذا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة مثل تعليم القرآن. نعم. وفي رواية متفق عليها: قد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية متفق عليها: فصعد فيها النظر وصوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت وهبت لك نفسي نظر إليها وتأملها فلم يرغب فيها، وبقيت تنتظر حتى قال هذا الصحابي: إذا لم يكن لك فيها رغبة فزوجنيها. نعم. وعن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا. رواه سعيد في سننه وهو مرسل. الصحيح أنه يكون مهرا، تعليم يكون مهرا، تعليمها القرآن، تعليمها السنة، تعليمها اللغة العربية مثلا يكون صداقا، المنفعة تكون صداقا. نعم. باب من تزوج ولم يسم صداقا. هذه المفوضة تسمى المفوضة، لها صداق، لها مثل صداق نسائها، يفرض لها مثل صداق نسائها. نعم. عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بروع بنت واشق. نعم. فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية أن علي لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. رواه أبو داود. نعم. فدل على أن المهر يصح ولو كان قليلا. نعم. وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها. نعم. إذا كان لم يعطها مهرها فلها أن تمتنع ولا تكون ناشزا بهذا حتى تقبض صداقها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود وابن ماجة. دل على جواز تأخير الصداق عن الدخول. نعم. باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. إنه من الصداق إذا أهدى إليها شيئا تكون الهدايا من الصداق. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته،
رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن، باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة. ولو بشاة يعني أقل شيء الشاة، ولو زاد على ذلك لكان أحسن. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة، متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق، رواه الخمسة إلا النسائي. صفية بنت حيي، صفية بنت حيي كانت مع السبي في غزوة خيبر، ووقعت في سهم واحد من الجند، فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق، رواه الخمسة إلا النسائي. قدم تمرا وسويقا، هذا في الطريق وهم في السفر، دل على أن الوليمة لا حد لها ولو كانت معروضا يسيرا. نعم. وعن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري هكذا مرسلا. وهذا يدل على أن الوليمة تكفي ولو كانت شيئا قليلا. نعم. ولكن إذا كانت أكثر من ذلك فهذا أفضل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه في قصة صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن، رواه أحمد ومسلم. نعم. التمر والأقط والسمن دل على أنه يجوز أن تكون الوليمة منوعة من عدة أشياء. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين. يعني ترددوا في صفية هل هي ملك يمين عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو هي زوجه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين. إن حجبها يعني ضرب عليها حاجبا يسترها عن الناس فهي إحدى أمهات المؤمنين، يعني زوجة. نعم. فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، متفق عليه. دل على أنها زوجة وليست ملك يمين. نعم. باب إجابة الداعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إجابة الداعي إلى الوليمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، متفق عليه. هذا دليل على وجوب الدعوة، إذا دعاك أخوك المسلم إلى طعام فيجب عليك إجابته. نعم. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، متفق عليه. في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة
فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. نعم، هذا دليل على وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، خصوصا وليمة الزواج، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، متفق عليه. يأتيها وهو صائم، فإذا حضر ورآه الناس استأذن في الانصراف ولو لم يأكل، لأنه جاب الدعوة وحضر. نعم. وفي رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه، ورواه أبو داود وزاد: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع. فليدعو لصاحب الدعوة وينصرف. نعم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، رواه أبو داود. دل على أنه لا يجوز حضور الوليمة بدون دعوة، وهو المتطفل ما يجوز هذا. نعم. وفي لفظ: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، رواهما مسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وقال فيه: وهو صائم. نعم، إذا كان يعني يجيب ولو كان صائما يحضر، المطلوب الحضور ولو لم يأكل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أحمد ومسلم. صائما فليصلي يعني يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة، وصلي عليهم أي يدعو لهم. نعم. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. يعني يعتذر، يحضر ويقول إني صائم، يعني اعذروني فعدم الأكل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن، رواه أحمد وأبو داود. نعم. باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان. يكفي، نقف عند فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: هل كل عيب ترد به المرأة، أم أنه مقيد بالجنون والجذام والبرص كما في حديث عمر رضي الله عنه؟ كل عيب ينفر منها، كل عيب ينفر منها زوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الغفارية رضي الله عنها التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعد أما للمؤمنين؟ نعم، تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تطلب الفراق من زوجها إذا وجدت عيبا في زوجها من برص أو نقص في العقل، وهل تأخذ صداقها؟ أي نعم، إذا لم تخبر بذلك فإن لها الحق في أن تفارقه وتأخذ الصداق، لما دخل عليها استحقت الصداق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للزوج أن يرجع على امرأته إذا غرته ولم تبين له العيب بعد دخوله بها؟ يرجع بالصداق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كنت لا أصلي وتزوجت وشهد على النكاح شاهدان لا يصليان ثم تبنى إلى الله، وقد أنجبت بهذا العقد، فما حكم عقدي؟ تراجع القاضي، تراجع القاضي في هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: بدأت أختي تصلي الصلوات الخمس، لكن زوجها لا يصلي مع أنه ينتسب إلى الإسلام ويصوم رمضان. أنا وليها ودائما أبين وأنصح زوجها بإقامة الصلاة، سؤاله: هل آمر أختي أن تفارق هذا الرجل؟ راجعوا القاضي عندكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يدخل عدم البكارة في العيوب، فيجوز للزوج أن يطلق زوجته لأجل هذا الأمر؟ إيه نعم، هذا من العيوب، زوال البكارة من العيوب. إذا تزوجها على أنها بكر ووجدها غير بكر، هذا من العيوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز نكاح المشركة إذا كانت ملك يمين، أم لا بد أن تسلم؟ إذا كانت المشركة ملك يمين وهي مشركة فلا تحل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تقضي عدتها في بيت أهلها إذا كان برضا من الزوج المطلق؟ هذا حق لها، إذا تنازلت عنه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم رجل نصراني وبقيت زوجته على النصرانية ولم تسلم، هل تبقى في عصمته؟ إيه نعم، لأن الله أباح نكاح الكتاب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما عدة سبايا الكفار؟ هل هي حيضة واحدة أم ثلاث حيض؟ حيضة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها برضا منها؟ نعم، هو حق لها، إن شاءت أخذته وإن شاءت تنازلت عنه فهو حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بعض القبائل عندنا يحددون المهر من أجل التخفيف على الشباب، شباب القبيلة، هل يجوز هذا التحديد وهل هو لازم؟ والله هذا أمر راجع فيه المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المنفعة في الصداق هل لابد أن تكون منفعة شرعية كتعليم القرآن مثلا؟ منفعة مباح، تكون منفعة مباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، هل معنى ذلك أن الوليمة أمر واجب؟ نعم، الوليمة أمر واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما هو العذر لترك حضور الوليمة؟ هل لابد أن يكون من أجل سفر أو غير ذلك؟ هو يحضر ولو لم يأكل، يحضر ويطلب المسامحة عن الأكل، لأنه يبدي عذره، يبدي عذره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الصداق إذا كان منفعة هل يكون قبل الدخول بالزوجة أو يجوز أن يكون بعد الدخول بها؟ يجوز أن يكون قبل وبعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: تزوجت امرأة قبل 5 سنوات وبعد شهر طلقتها ولم أدفع لها مهرا،
ولا أدري أين هي هذه المرأة، فما الواجب علي من ناحية مهرها؟ الحق لها هي التي تطالب به، فإذا تركته ولم تطالب به فليس عليك شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقية الاجتماعات والولائم غير وليمة العرس، هل هو حضورها واجب؟ إذا دعاك أخوك المسلم وجب عليك الحضور أو الاعتذار إذا كان لك عذر. نعم، إجابة الدعوة واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مع شدة الزحام في مدينة الرياض قد يستغرق الذهاب إلى الوليمة ساعة إلى ساعة ونصف في بعض الأحيان، هل يكون هذا عذرا في عدم الإجابة؟ إذا كان الإجابة فيها عراقيل فأنت معذور، لا في شك. نعم. لكن إذا تسهلت الإجابة فواجب عليك الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأب الذي يمنع تزويج ابنته الصغرى حتى تزوج الكبرى، هل هذا أمر جائز؟ لا، هذا من العضل ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وصلتني رسالة جوال لحضور الوليمة من صاحبها، هل يجب علي إجابتها بسبب هذه الرسالة؟ إذا إيش؟ إذا وصلتني رسالة جوال بدعوة إلى الوليمة من صاحب الوليمة، هل يجب علي إجابة هذه الدعوة مع أنها رسالة جوال؟ إيه نعم، كل واحد إذا بلغتك الدعوة أي طريق يجب عليك الإجابة، إلا إذا كان هناك عذر لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا جعل صاحب الوليمة وليمته مفتوحة لكل شخص، هل يجوز الدخول بدون دعوة لكل أحد؟ لا، هذه الجفلة، هي يسمونها الجفلة، لا تجب الدعوة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة الكتابية إذا أراد أن يتزوجها مسلم، فمن هو وليها؟ ولي الأمر هو وليها، أو ينيب من يعقد لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب لسجود التلاوة، امرأة تسأل فتقول: هل يجب لسجود التلاوة أو سجود الشكر حجاب للمرأة أو استقبال القبلة؟ استقبال القبلة نعم، وأما الحجاب إذا لم يكن عندها أحد فلا يجب عليها الحجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند ذهابي إلى العمل لبست الشراب على غير وضوء، ولما جاء الظهر نسيت فمسحت عليه وصليت، فما حكم صلاتي؟ غير صحيحة، لأن الواجب غسل الرجلين، فتتوضأ وتعيد الصلاة، تقضي الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: رجل فاتته صلاة الفجر ونسي أن يصليها بعد ذلك ثم تذكر، هل يجب عليه القضاء؟ أي نعم، من نسي صلاة أو نام عنها، في الحديث الصحيح: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: أسلمت ولدي وشم فيه صورة قبل إسلامي، هل يجب علي إزالته؟ إذا كنت تقدر على ذلك يجب عليك، إذا كنت لا تقدر فلا يجب عليك ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم صلاتي خلف إمام يخطئ كثيرا في قراءة القرآن، حتى أنه في القراءة يخلط بين سورتين؟ حتى أنه عند القراءة يخلط بين سورتين في الركعة؟ لا بأس بذلك، لكن ينبغي ألا يشق على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف،
فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن المغالاة في صدق النساء؟ لكنه لم يحددها. هي نعم نهى عن المغالاة لكنه لم يحددها، لأن الله جل وعلا يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تقرأ البسملة في كل مرة عند قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في أذكار الصباح والمساء؟ أي نعم، تقرأ البسملة قبل السورة، يأتي بالبسملة قبل قراءة السورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما هو الضابط الشرعي لاستثمار في صالة أفراح قد يوجد بها موسيقى واختلاط؟ هل أستثمر مالي في هذا المجال؟ لا، هذه فيها محرمات، يحصل فيها محرمات، فإذا كان يحصل فيها محرمات فكسبها لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك حد لركعات صلاة الضحى؟ أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين؟ ما المراد بالمصورين؟ الذين يرسمون صور ذوات الأرواح، الذين يرسمون صور ذوات الأرواح أو يلتقطونها بالآلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أخذ المعلم مقابلا عن دروسه الخصوصية، علما بأن العقد الذي بينه وبين صاحب المدرسة ينص على عدم إعطاء دروس خصوصية؟ لا يجوز له ذلك، هذا مستأجر، لا يجوز له أن يضيف إلى عمله عملا آخر لغير من استأجره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يقول: هل يلزم العدل في مسألة المحبة والوطأ؟ لا، المحبة ما يمكن العدل فيها، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميل كل الميل، المحرم الميل، فلا تميل مع من تحبها أكثر من الأخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عنده مال ربوي كيف يستطيع الخلاص منه بطريقة شرعية؟ هل يتصدق به على طلبة العلم والفقراء؟ يضعه في مشاريع خيرية، يضعه في مشاريع خيرية للتخلص منه، لا لأجل أنه صدقة، لكن ليتخلص منه، كالمال الضائع يوضع في المصالح العامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس يقتصر على لفظ لا حول، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة كما في الحديث الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من أمريكا تسأل فتقول: كلما أنكرت المنكر على أخواتي هناك فإنهم يقاطعونني، هل لي أن أسكت عن بعض المنكرات ولا أنكرها؟ لا، أنكريها، أنكريها ولو حصل منهم أذى معك، اصبري، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان في وليمة العرس منكر بالنسبة للنساء،
فهل يجب على المرأة أن تحضر هذا العرس؟ لا، الحفل الذي فيه منكرات ولا تستطيع أن تزيلها فلا تحضره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز إقامة صلاة التهجد جماعة في مسجد لأجل تعليم الشباب هذه الصلاة في غير شهر رمضان؟ لا يجوز قصد ذلك والاجتماع له. أما إذا صادف أنهم في مكان واحد وقاموا يصلون فلا بأس أن يصلوها جماعة، أما إذا كان يجتمعون لها هذا لا يجوز إلا في شهر رمضان في صلاة التراويح خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للكافر أن يمس أو أن يمكن من مس المصحف؟ لا، لا يجوز، ولا يجوز السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان في الزوج ما يسمى بمرض نقص المناعة الإيدز، هل هذا يعد عيبا تفسخ المرأة نكاحها بسببه؟ إذا كان مرضا معديا نعم فهو عيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: في بلادنا يوجد تساهل لكثير من المستقيمات هناك، بحيث يضعن صورهن ولو متحجبات أو بخمار يكشف الوجه على مواقع التواصل في الأنترنت، يقول: ما النصيحة لهن في ذلك؟ أن يتقين الله عز وجل وأن يمتنعن من هذا الشيء ولا يشاركن فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ الاستعاذة؟ نعم، أمر الله بها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب. نعم. ثم يقول: رعاك الله، وإذا انقطعت عن القراءة انقطاعا بسيطا بسبب اتصال أو مخاطبة شخص، هل أعيد الاستعاذة مرة أخرى؟ لا لا، تكفي الاستعاذة الأولى، يعني هذا في حكم المتواصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الصراط يوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر؟ إيه نعم، هذا وصفه، هذا وصفه، أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم،